تواصل مصر جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين بإدخال المساعدات الإنسانية التي يتم تجهيزها وإرسالها لقطاع غزة عبر معبر رفح البري. كانت مصر قد حددت مسارات استقبال المساعدات عن طريق البر والبحر والجو، ويأتي ميناء العريش ضمن هذه المسارات، حيث استقبل الميناء عددا من سفن المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المختلفة، إضافة لوجود سفينتين بهما مستشفيان عائمان فرنسية وأخرى إيطالية. المزيد يطلعن عليه الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. مشاهدينا الكرام، نحييكم من مدينة العريش، حيث نتابع معكم تواصل الجهود المصرية المبذولة لتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين من خلال استقبال وتجهيز المساعدات الإنسانية المختلفة، وأيضا استقبال الجرحى والمصابين. مصر حددت عدد من المسارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين أو استقبال المساعدات برا وبحرا وجوا. من ضمن هذه المسارات البحرية هذا الميناء، ميناء العريش الذي نتواجد فيه لاستقبال السفن التي تأتي من الدول المختلفة لتقديم كل المساعدات الإنسانية والإغاثية. هذا الميناء يتواجد به الآن على رصيفه سفينتين، الأولى إيطالية والثانية فرنسية، ونتواجد تحديدا أمام السفينة الفرنسية التي يوجد بها مستشفى عائم. هذه السفينة التي أتت إلى ميناء العريش في 27 من نوفمبر الماضي بها عدد من الأطقم الطبية، نتحدث عن 20 طبيب من مختلف التخصصات، بالإضافة إلى أن هذه السفينة أيضا وهذا المستشفى العائم يحتوي على 40 سرير، بالإضافة إلى 15 سريرا للعناية المتوسطة، وبالإضافة أيضا إلى 5 أسرة من عناية الأطفال، بالإضافة لغرفتي عمليات مجهزة، وأيضا عدد من الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة لعلاج المصابين والجرحى. كما تشاهدون الآن هذه عملية نقل المساعدات المختلفة التي تتم بالتعاون بين جمعية الهلال الأحمر المصري وطاقم السفينة الموجود هنا لدخول هذه المساعدات الطبية إلى هذا المستشفى العائم، والمجهود الذي يتم لتقديم الخدمة للمصابين والجرحى. هذا المستشفى العائم بالسفينة الفرنسية استقبلت حتى الآن أكثر من 100 مصاب منذ أن تواجدت هذه السفينة وهذا المستشفى، ونقل المصابين والجرحى من خلال المصابين الذين يصلون عبر معبر رفح البري، ويتم نقلهم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة المصرية لتلقي العلاج اللازم في هذه السفينة. هذه السفينة وهذا المستشفى ستغادر في 27 من يناير بعد انتهاء مهمتها، ولكن كان آخر الزيارات لهذه السفينة هو السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شافولي. السفير أكد على الدعم الموجود من قبل فرنسا بالتعاون مع الحكومة المصرية وأيضا الهلال الأحمر المصري في تقديم كل المساعدات المختلفة، وأكد أن مهمة السفينة ستنتهي وستعود إلى فرنسا، لكن الدعم موجود بالتعاون وتقديم المساعدات المختلفة سواء كانت مساعدات غذائية أو حتى مستلزمات طبية للهلال الأحمر المصري. وبالطبع يعني هو بدوره أشاد بالجهود المصرية المبذولة في تقديم كل الخدمات المختلفة للأشقاء الفلسطينيين، والتعاون الذي يتم أيضا، والذي وجه الشكر أيضا على التعاون الذي تم بين المسؤولين هنا في محافظة شمال سيناء والأطقم الطبية الموجودة والعاملة في السفينة الفرنسية والمستشفى العائم على كل هذا المجهود والتعاون المستمر وتسهيل مهمة عملهم أثناء تواجدهم في ميناء العريش وفي محافظة شمال سيناء. إذن مجهودات مصرية كبيرة تتم لدعم الأشقاء الفلسطينيين سواء بإرسال المساعدات الإنسانية أو حتى باستقبال الجرحى والمصابين. هذه هي الصورة من داخل ميناء العريش ومن أمام السفينة الفرنسية والمستشفى الفرنسي العائم لدعم المصابين الفلسطينيين. عودة إليكم مرة أخرى.